اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكل المتابعين ديال هاد القناة، كنقول لكم مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم. كنبغي نشارك معكم اخوتي مرة يا الطبخ يا شي جولة يا شي خريجة هيدا كنعملها. المهم كان قناتي متنوعة والحمد لله كنزيد نطور منها، وبعض المرات كنشارك معكم يعني احاديث، بعض المرة ادعية، بعض المرة كنبحثوا شوية في الدين ديالنا، كنتعلم ونعلمكم معايا. المهم اخوتي اليوم جبرتوني خرجت لواحد الغرض وبغيت نشارك معكم المدينة ديالي اللي عزيزة على قلبي، وديما كنصورها وديما كنزلها. المهم الناس ديال اليوتيوب كنقول لكم شكرا شكرا على المتابعة ديالكم، شكرا على الاهتمام ديالكم. الناس ديال فيسبوك يلا بديت كنحط معاكم، راه ما عندي فيديوهات بزاف في اليوتيوب، دخلوا الفيديوهات اللي عندي في اليوتيوب، كنتمنى تشجعوني. المهم اخوتي جبرتوني هبطت هنايا البحر، واحد الدوره خفيفه في البحر، انتما كتبت الله ايوا المنظر كان زوين اخوتي، والانسان شويه كيشم الهواء، وصراحه انا عزيز عليا البحر، كيعجبني نجي مره نطلل فيه، كنجيب العيال واذا دوره خفيفه ظريفه. المهم انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، غادي نخليه لكم بالصوت ديالو الاصلي حيت ما بغياش نبقى نهضر بزاف، كاين اللي كيعجبو الهدوء ديال الاصوات ديال الحياه. المهم هذا فيديو هديه للناس اللي توحشت المدينه ديالنا، مدينه الفنيدق، مدينه اللي مرت من ظروف صعيبه بزاف، والحمد لله كتدارك الوقت نهار على نهار. ماشي سهلة ماشي سهلة، واحد المدينة اللي كانت كتعيش على يعني خدام في السبتة، تهريب المعيشي كل شيء كان كيخدم ديك البلاصة هذيك، هذاك هو الباب الوحيد اللي كان كيدخل لهاد المدينة. بعد غلق الحدود يعني تأزمت الأوضاع، وانتم شاهدتوا بزاف ديال التوترات. الحمد لله المدينة ديالنا بدات شويه كتنفس وشويه الامور كتبدل، راه ماشي سهله غادي تخرج من ديك الورطه اللي كانت فيها يعني ضغيان، ضروري يعني الصبر اهم حاجه، المسؤولين كيعملوا اللي عليهم. المهم ان شاء الله غادي يكون خير، وخليكم مع هذا الفيديو، وبالخصوص كما قلت لكم مع الناس اللي توحشت كاستياخو. يلا خليكم مع هاد الأصوات الطبيعية.
والاسم الحقيقي كاستيوخوس، كاستيخو كنقولوا حنا، كاستياخو فنيدق، حنا ما كنقولوش الفنيدق، حنا الناس الفنيدق كنقولوا كاستياخو، كنقولوش الفنيدق. مهم شنو ما كان يعني مدينة الفنيدق، ياله قولوا اللي بغيتو. المهم اخوتي هنا جبرتوني، الله يلا اش غادي نقول لكم، خرجت ومشيت البنكة، شبرت الورقة ديال البنكة النمرة، وجبرت 10 الناس باقيين يدوزوا عاد توصل لي النوبة ديالي. الصراحة هي هذه، وانا نقول علاش ما نستغلش هاد الفرصة هذه يعني نقطع غير كاراتيرا ديك البنكة اللي تما هنايا، جات مع الديور هنا بويض دغيا، قطعت كاراتيرا، صورت فيديو في الكورنيش ورجعت بحالي. مهم استغليت الوقت اللي غادي يكون فارغ، عملت فيه شي حاجة. المهم اخوتي اش غادي نقول لكم، الفيديو قرب يتسالى، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، وما تنسونيش من الدعم ديالكم، غير شي كومنتير مزيوان، لايك الفيديو، بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو مع عندكم ما تخسروا، يعني بالبارطاج وبالمشاركه ديالكم، لايك ديالكم كيعطي فرصه ان الفيديو ديالي يطلع. المهم ماشي مشكل، انا كنمارس واحد الحاجه اللي كنبغيها، يعني انا كنعشق انني نصور، كيعجبني التصوير، وكي يعني من ديك الناس اللي مولوعين بالتصوير، واخا ما عنديش شي امكانيات كبيره ديال التصوير وداكشي، ولكن كنتعلم شويه بشويه، يعني الناس اللي كيعرفوني في الاول ديالي كيف كنت كنصور ودابا راه كاين فرق كبير. المهم واحد الحاجه اللي كنتعلمنا. المهم اخوتي شكرا على المتابعه، وجزاكم الله كل خير يا احلى متابعين، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.